بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة في التوتوريال هنتكلم على Circuit Analysis using Laplace Transform. بس قبل ما نروح لجزء Circuit Analysis خلينا بس نعمل Revision سريعة على Laplace والInverse Laplace. تمام؟ فالسؤال الأول عندنا في الشيت بيقول لك Find the Laplace Transform of the following functions. مدينا Function الأولانية احنا عايزين نجيب Laplace Transform. Laplace Transform لل t e power negative t u of t. انت ممكن تكون حافظها على طول. لو انت مش حافظها, Laplace Transform لل signal multiplied by t هو عبارة عن negative d by ds ل Laplace Transform لل signal نفسها اللي هي e power negative t u of t. طيب يبقى negative d by ds للفانكشن اللي هي Laplace Transform e power negative t u of t. Laplace Transform ده كان بيساوي ايه؟ لو انت حافظه من التيبل فعبارة عن 1 over s plus 1. فاحنا عايزين نفاضل الكلام ده كله بالنسبة لس. تفاضل الكلام ده بالنسبة لس هيبقى عندي negative تفاضل البسطب 0 في المقام 0 negative تفاضل المقام اللي هو 1 في البسط اللي هو 1 على الديناميتر سكوير. الكلام ده كله هيكون بيساوي في الاخر خالص 1 over s plus 1 whole square اللي انت ممكن تكون حافظها على طول. يبقى Laplace Transform بتاع t e power negative t u of t هو 1 over s plus 1 whole square. ممكن نمشيها برول تانية, يعني ممكن اقول ان انا هجيب Laplace Transform ل e power negative t t u of t. Laplace Transform ده اللي هو ال t u of t هو عبارة عن ايه؟ Laplace Transform على جنب كده ل t u of t انت ممكن تكون حافظها من التيبل هي عبارة عن 1 over s سكوير. تمام؟ طيب Laplace Transform لأي function مضروبة ب e power negative t اللي هو الفيز شيفت, ال second property او second shift property of Laplace Transform. ده معناه ايه؟ ان انت بتقول انا هجيب Laplace Transform بتاع الفانكشن دي بس اللي انا هسميها f of s, يعني Laplace Transform اللي هو t u of t احنا بنسميه f of s, فانا هجيب f of s plus 1. هعمل shift في الاس دومين, يبقى المالتيبليكيشن او الاكسبوننشال في التايم دومين بيتحول لشيفت في الاس دومين, زي ما كان الشيفت في الاس دومين هنا بيتحول لاكسبوننشال في التايم دومين. تمام؟ فكل الحكايه هنا ان انا ايه, ان انا معايا ال f of s اللي هي 1 over s سكوير, هشيل كل s واحط مكانها s plus 1, هيبقى عندي 1 over s plus 1 الكل سكوير. دي نفس الريزلت اللي احنا جبناها قبل كده. تمام؟ يبقى انت ممكن تستخدم اي property من Laplace. في الاخر خالص Laplace Transform بتاع اي signal هو unique. تمام؟ يعني انت ما ينفعش يبقى عندك signal واحدة اللي هي 2 Laplace Transform, لا هو ليها واحد بس. تمام؟ فانت سواء مشيت باي property انت تستريح لها اكتر, في الاخر الحل هيبقى واحد. تمام؟ طيب لو عايزين بقى نجيب Laplace Transform, Laplace Transform ل t negative 4 u of t negative 2, احنا عارفين ان Laplace Transform لما يبقى عندك shift كده ال shift في التايم بتحول exponential في الاس, فهيبقى عندي e power negative 2s times ال Laplace Transform. تمام؟ طيب انا هعمل السيجنال دي هعمل لها advance هشفتها by 2. تمام؟ اللي هو الشيفت ده هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي شيل كل t واحط مكانها t plus 2, هيبقى عندي t plus 2 negative 4 multiplied by u of t plus 2 negative 2. طيب يبقى انا كده انا عايز اجيب ايه؟ انا هقول e power negative 2s ده الشيفت multiplied by the Laplace transform of t negative 2 times u of t الاثنين مع الاثنين. Laplace transform من الكلام ده يبقى عبارة عن 2 terms. الترم الاولاني هو عبارة عن Laplace transform من t u of t اللي احنا حافظين ان هو 1 over s square. الترم الثاني هو عبارة عن negative in the scalar هيطلع بره عادي, Laplace transform of 2 ده الscalar, Laplace transform of u of t هو 1 over s. يبقى أهم حاجة في السؤال ده ال property دي, إن احنا نعمل revision على ال property إن Laplace transform ال f of t negative a signal معملها shift أو delay by a u of t negative a. Laplace transform signal دي هو عبارة عن e power negative as الشفت ده اللي هو في الطايم يتحول ل exponential multiplied by Laplace transform f of t f of t u of t.
يعني اكني بعمل ايه، اكني بشيل كل تي نيجاتيف ايه احط مكانها تي، او بشيل كل تي واحط مكانها تي بلس ايه. فانا هنا ممكن اشيل كل تي احط مكانها، او بشيل كل تي نيجاتيف ايه احط مكانها تي، هيبقى عندي يو اوف تي، ودي هشيل كل تي نيجاتيف 2 واحط مكانها تي، هيبقى عندي تي نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 هيبقى قلب تي نيجاتيف 2 اللي احنا جبناها هنا في الاخر خالص، اللي هي البلس ترانسفورم اوف تي نيجاتيف 2 يو اوف تي. بس ما تنساش ان انت لما تعمل كده عملت الادفانس في السيجنال، ان انت بتضرب في اكسبوننشال نيجاتيف 2 بس. بعد ما عملنا ريفيجن سريع على البلس ترانسفورم، عايزين نعمل ريفيجن على الانفرس البلس ترانسفورم. تمام، ليه الانفرس البلس ترانسفورم مهم؟ هو يعني فكره ان البلس ترانسفورم احنا بنروح من التايم دومين للاس دومين، بندرس اي سيستم. تمام، سواء انا بدرس السيستم ده مثلا في كنترول، انا بدرس السيستم في الاس دومين، او بدرس سيركت. تمام، فكره ان انا بدرس اي فينومينا، اي ظاهره بدرسها، بشوف الايمج بتاعتها في الاس دومين اللي هو دومين تخيلي مش موجود في الحقيقه. تمام، لان اسهل ان ادرس الايه السيركت او سيستم. تمام، طيب بعد ما ادرس السيستم والسيركت محتاج ان انا ارجع تاني للتايم دومين، فانا محتاج ان انا استخدم الانفرس بلس ترانسفورم، اروح من الاس دومين ارجع تاني للتايم دومين. تمام، الانفرس بلس ترانسفورم غالبا انت بتحاول تعمل، يعني التولز اللي بتستخدم اكتر حاجه ان انت بتستخدم البلس ترانسفورم اللي انت حافظه من التيبل. تمام، يعني لو جيت قلت لك ان انت عندك سيجنال في الاس دومين اف اس هي عباره عن 1 اوفر اس بلس 2، ف لما تيجي تاخد لي انفرس بلس ترانسفورم للسيجنال دي وتروح للتايم دومين، تروح للاف اوف تي، فانت عارف ان ال اي باور نيجاتيف 2 تي يو اوف تي الانفرس بتاعها او اللابلاس ترانسفورم بتاعها هو عباره عن 1 اوفر اس بلس 2. تمام، فمن الاخر الانفرس بلس ترانسفورم انت بتشوف او بتبقى حافظ التيبل وبتعمل العمليه العكسيه. تمام، ما بتطبقش القانون بتاع الانفرس بلس ترانسفورم اللي هو قانون اللي فيه الانتجريشن. نبص على تاني سؤال معانا في الشيت، بيقول لك determine inverse of plus transform of each of the following functions. اول function دي الانفرس بتاعها سهل جدا من التيبل، التانية دي لو انا partial fraction هيبقى عندي 1 over s plus 1 over s plus 3، اعملهم الانفرس بسهولة جدا. ال h of s دي عشان نقدر نحلها ونعمل يعني يبقى عندنا شكل فورمال، احنا دايما متعودين ان ال plus transform بتاع اي signal او اي function ما بيبقاش عندنا s في النوميريتور، الحالة الوحيدة اللي بيبقى فيها s في النوميريتور هو ال plus transform بتاع الكوزاين. تمام، طيب ففي الحاله دي انا هعمل ايه؟ انا هاخد ال 3 common factor هيبقى عندي s. تمام، انا عايز اخلي الشيفت اللي تحت اللي هو الاس بلس 4 يكون عندي موجود فوق، هقول s بلس 4، فده معناه ان انا عندي 3s الترم ده موجود. اه بعد كده عندي 3 تايمز 4 اللي هو 12، المفروض تبقى 1 فهطرح منها 11 اوفر s بلس 4. الكلام ده كله اللي هو بيساوي 3 نيجاتيف 11 over s plus 4. الانفرس بتاع ده احنا عارفينه اللي هو الدلتا، الانفرس بتاع ده هو عباره عن نيجاتيف 11 اي باور نيجاتيف 4 تي يو اوف تي. تمام، فدي سهله جدا. اللي بعديها عندنا نعمل partial fraction، بس احنا عندنا هنا البول repeated فتعالى نعملها على جنب. تمام، الجي دي سهله، الكي بتاعها، فاحنا هنا دلوقتي الاي والكي. طب هو بيقول لك ان الاي اوف اس بتساوي 12 over s plus 2 square times s plus 4. طيب ال partial fraction بتاع الكلام ده كله بيساوي ال s plus 2 squared. ال polar اللي بيبقى repeated بيظهر لك مرتين، يعني عندك هنا s plus 2 و s plus 2 squared. تمام، بعد كده عندك ال pool ده اللي هو ال s plus 4. تمام، بعد كده نجيب ال coefficients ال a وال b وال c. تمام، coefficients بتاعت ال partial fraction ممكن تبقى تعمل compare coefficients او تجيبها بأي طريقة كانت. ال coefficient A ده سهل نجيبه، هو عبارة عن هنعوض في ال function دي، هنعوض هنخفي الترم بتاع s plus 2 الكل سكوير، ونعوض في باقي ال function عن s equal negative 2، فيبقى عندي 12 على ال 2 هي 6. تمام، ال B ال C برضه سهل نجيبها، هنعمل نفس الكلام فهيطلع على c equal 3. ال B عشان نجيبها، في ال B هي عبارة عن limit لما s tends to negative 2، انا عايز اجيب الكوفيشنت بي فهعوض عن s equal negative 10 to للفانكشن بتاعتي اللي هي عباره عن 12 over s plus 4. تمام، طيب لو عملت الكلام ده هنا، تمام، هيديني نفس الكوفيشنت بتاع ايه. تمام، فعشان اجيب الكوفيشنت بي بفاضل مره، فاضل الكلام ده كله بالنسبه لاس، وانت الايكويشن دي ممكن تكتبها على طول على الاله، تكتب الايكويشن دي على الاله وتعوض، اجيب الفاليو بتاعت بي بنيجاتيف 3. طيب خلاص كده انا جبت الاي بس، بعد ما عملت partial fraction اقدر اجيب ال i of t عن طريق ان انا استخدم inverse of plus transform من التيبل، هيبقى عندي 6
1 over s plus 2 الكل سكوير ده اللي عبارة عن t e power negative 2t u of t تمام negative 3 ل plus inverse للكلام ده عبارة عن e power negative 2t u of t بعد كده plus 3 e power negative 4t u of t. أغلب السيجنال اللي بنتعرض لها بتبقى exponential وبتديكي مع التايم فهتشوف دايما الشكل بتاع 1 over s plus حاجة تمام. طيب 1 over s plus a مثلا كل سكوير دي الانفرس بتاعها هو الشكل تمام. فانت لازم تبقى عارف وحافظ الانفرس. احنا بقى نستخدم البلس ترانسفورم في السيركتس ازاي تمام. احنا عايزين نحاول يعني السيركتس احنا عندنا كام element في السيركت؟ عندنا ال R اللي هي السيركت اغلب الايام R L C. ففي التايم دومين انا عندي ريليشن ما بين الفولتج اللي هو الاكروس الريزيستنس والكرنت اللي بيمشي في الريزيستنس دي في التايم دومين ان ال V of T equal ال R times ال I of T تمام. لما اخد البلس ترانسفورم الايكويشن دي مش هيحصل لها اي حاجه كده الجبريك ايكويشن هتطلع زي ما هي. طيب عندي لما اروح للاس دومين برضو الريليشن ما بين الفولتج والكرنت مش هيحصل في اي تغيير تمام. بس احنا لما بنيجي نكتب السيجنال في التايم دومين بنكتبها سمول يعني نكتبها في الاس دومين بنكتبها كابيتال عشان يبقى بس النوتيشن ما نتلخبطش. انا بتكلم بقى على الاندكتور فاحنا عارفين ان الفولتج بتاع الاندكتور في ال وعباره عن ال دي اي باي دي تي تمام. والاي ده الكرنت اللي بيمشي خلال الاندكتور تمام. فلما اخد الايكويشن دي اخد لها لابلاس ترانسفورم هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي ال في ال اوف اس ايكوال ال الديريفيشن في التايم دومين بيتحول ل s اوبريتور في الاس دومين ل s i of s نيجاتيف انيشال كونديشن اللي هي عباره عن ال i of 0 ملتبلاي باي ال. طيب الكلام ده كله انا عايز امثله بسيركت هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي الاندكتور الاندكتنس بتاعتها او مش الاندكتنس بقى الرياكتنس بتاعتها او الامبيدنس بتاعتها قيمتها اس ال. هيبقى عندي فيه فولتج سورس البولاريتي نيجاتيف بوزيتيف قيمته ال اي اوف 0 تمام. هيبقى عندي الفولتج اللي ابلايت على الاندكتور كلها هي في ال بس. فكده الاندكتور في التايم دومين اتحول ل امبيدنس اس ال بلس الفولتج سورس. الفولتج سورس ده بيعتمد على الانيشال كونديشن بيعتمد على الاندكتور ده فيه ستورد انرجي ولا لا تمام. لو الانيشال كونديشن بزيرو شورت ده الفولتج ده او الفولتج سورس ده هيبقى شورت سيركت. انا ممكن اعمل هنا سورس ترانسفورميشن وهيبقى عندي الرياكتنس او الامبيدنس اللي هي الاس ال بارلل مع كارنت سورس تمام. بس انا بحب استخدم الايه الشكل ده بالنسبه للاندكتور استبدله بالرياكتنس قيمتها اس ال وفولتج سورس ان سيريز معايا تمام. الفولتج سورس ده يعني انت الكرنت الدايركشن بتاعه كده فالفولتج سورس ده بيسبورت الكرنت لان الفولتج سورس بيعتمد على الانيشال فاليو بتاعت الكرنت. فانت بتقول ان هو في ستورد انرجي ستورد الكترومغنتيك انرجي فهو هيسبورت الكرنت ان هو يفلو في نفس الدايركشن. بالنسبه بقى للكاباسيتنس فاحنا عارفين ان الكرنت في الكاباسيتنس الاي سي هو عباره عن سي دي في باي دي تي. سي دي قيمه الكاباسيتنس ودي ده الفولتج الاكروس الكاباستور. وبنفرض دايما ان سواء الاندكتور او الريزيستنس او الكاباستور فكلهم باسيف اليمنت فالكرنت بيفلو من الهاي بوتنشال لللو بوتنشال من البوزيتيف للنيجاتيف. طيب الكويشن دي لما احط لها بلس ترانسفورم واحاول ارسم السيركت دي في الاس دومين فانا عندي الرياكتنس هي تتحول ل 1 اوفر اس سي تمام. هيبقى عندي في فولتج سورس بيحاول يعاكس الكرنت اللي هو الاي سي وده التوتال فولتج اللي هو قيمه الفولتج سورس دي قيمتها ال في سي اوف 0 بالانيشال فولتج بتاع الكاباستور على الاس سوبر. برضو ممكن انا اعمل سورس ترانسفورميشن واحول الفولتج سورس ده لكرنت سورس ان بارلل مع الامبيدنس اللي هي 1 اوفر اس سي تمام. بس دايما النوتيشن دي بتبقى اسهل لان انا لو ما عنديش انيشال كونديشن اعتبر الفولتج سورس ده على طول شورت سيركت تمام. نبص بقى على تالت سؤال معانا في الشيت.
should be like determine the layout in the following circuit. عايزين الكرنت اللي هو out الكرنت اللي بيفلو في الاندكتور وفي الريزستنس ال 1 اوم. تمام. فانا اول حاجه هسال نفسي ايه يعني السيركت دي موجوده في التايم دومين، فانا محتاج ارسم نفس السيركت دي بس في الاس دومين. طيب ارسمها ازاي؟ اول حاجه احنا قلنا الاندكتور بيتحول لايه، الاندكتور بيتحول لامبيدنس قيمتها اس ال ومعاه فولتج سورس بيعتمد على الانيشال كونديشن. لو الانيشال كونديشن بزيرو فالفولتج سورس ده مش موجود. هنسال نفسنا سؤال، هو هنا الانيشال فاليو بتاعه الكرنت هتبقى بكام؟ تمام. طيب هو ما قالناش. طب لو بصينا على السورس ده، السورس ده بادئ من الزيرو، فيعني السورس ده كان قبل الزيرو مش موجود، فايه السورس اللي هيخلي فيه كرنت فلو في الاندكتور او يخلي فيه فولتج على الكباستور؟ مفيش اي سورس. فانا كده اقدر اقول بسهوله جدا assumption ان الفي سي اوف زيرو ايكوال الاي ال اوف زيرو، الانيشال كونديشن دي كلها بزيرو، فاقول زيرو انيشال كونديشن. تمام. فكده اقدر استبدل الاندكتور باس ال برياكتنس قيمتها اس ال، واستبدل الكاباستور برياكتنس قيمتها 1 اوفر اس سي. تمام. عندي هنا ال 2 اوم الريزستنس هتفضل زي ما هي، عندي هنا ده الفولتج سورس هسميه ده ال في اوف تي، ده الانبوت بتاعي هسميه هنا بقى ال في اوف اس، خلاص رحت للاس دومين. كده عندي هنا الريزستنس اللي قيمتها 1، والكرنت اللي بيفلو في الريزستنس دي هو الاي اوت. قبل ما ابدا احل انا محتاج اجيب الفي اوف اس، يعني محتاج اجيب اللابلاس ترانسفورم للسورس اللي هو في اوف تي اللي هو كان اكسبوننشال نيجاتيف 2 تي يو اوف تي. لابلاس ترانسفورم للكلام ده كله احنا عارفين ان هو 1 اوفر اس بلس 2. برضه تاني حاجه محتاجين نعوض على الفاليو بتاعت الاس والسي والال علشان يبقى الدنيا اسهل جدا. تمام. فاحنا عندنا الكاباستور هنا قيمته 1 فده يبقى 1 اوفر اس، هنا ال ال قيمتها 2 فده يبقى بيساوي 2 اس. طيب وانا عايز اجيب الكرنت ده وما عنديش غير كرنت سورس واحد بس. طيب انا في غلطه غلطتها، ده المفروض كرنت سورس مش فولتج سورس، فدي هنسميها اي اوف اس، ده الانبوت، ده الاي اوف تي. تمام. وده الاي اوف اس، هي مش تفرق معانا في الحسابات بس ده كرنت سورس مش فولتج سورس. طيب انا معايا كرنت سورس وكرنت سورس ده بيحصل له كرنت ديفايدنج على التو برانشز دول، اقدر اجيب الاي اوت على طول ان هو عباره عن فولتج ديفايدر. الاي اوت اوف اس هو عباره عن الفولتج ديفايدر وعباره عن الامبيدنس البعيده اللي هي عباره عن 2 بلس 1 اوفر اس على التوتال امبيدنس اللي هي 2 اوفر 2 بلس 1 اوفر اس بلس الامبيدنس بتاعت البرانش ده اللي هي 1 بلس 2 اس. الكلام ده كله ملتبلايد باي الاي اوف اس. نظبط الشكل، نضرب في البسط والمقام في اس ونعوض عن الاي اوف اس ب 1 اوفر اس بلس 2، هنقدر نجيب الاي اوف اس 2 اس بلس 1 اوفر 2 اس بلس 1/2. تمام. طيب الكلام ده كله لو خدنا 2، لا دي المفروض 2 اس. تمام. طيب لو خدنا ال 2 هنا كومن فاكتور فيبقى عندي 2 اس بلس 1 او اس بلس 1/2 على نفس الدنوميتر. تمام. هلاقي ايه؟ هلاقي ان ال 2 هتطير مع ال 2 والاس بلس 1/2 ده هيطير مع الاس بلس 1/2. الكلام ده كله هيكون بيساوي 1 على اس بلس 1 multiplied باي اس بلس 2. تمام. دي نقدر نعملها فولتج، نعملها قصدي partial fraction. تمام. هيبقى عندك هنا 1 over s plus 1 negative 1 over s plus 2. تمام. دي هي ال i out of s بس في s domain. انا هو بيقول لك find ال i out وكمان بيقول لك ان ال i out of t. تمام. فاحنا عايزين ال i out في ال time domain، هناخد ال inverse Laplace transform لل function دي. فده بيساوي e power negative t negative e power negative 2t. الكلام ده كله مضروب في ال u of t. لو بصينا بقى على الحل ده هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان انا عندي السورس كان عباره عن اي باور نيجاتيف 2 تي. تمام. ده الانبوت بتاعي، فهلاقي ان الكرنت او كل الويف فورمز اللي عندي هيبقى فيها الفاليوز، يعني فيها ده اللي هو كنا بنسميه الفورسد او السي ستيت سولوشن. يعني من الاخر اي ويف فورم موجوده عندي في السيركت هتاخد كاركترستيك من الانبوت وكاركترستيك من السيركت. الكاركترستيك من السيركت دي بنسميها الناتشرال ريسبونس اللي ظهرت لنا هنا اي باور نيجاتيف تي.
الستي ستيت اللي هو بنسميه الفورسد ريسبونس، دي كاركترستيك اللي جايه من الانبوت. انا عندي الانبوت كان اكسبوننشال نيجاتيف 2t، فالاقي ان الاي اوت فيها اكسبوننشال نيجاتيف، فده هو الترانزيانت ريسبونس، ده الستيت ستيت ريسبونس او الفورسد ريسبونس. بس الستيت ستيت ريسبونس هنا برضو بيديكي وبيموت علشان الانبوت مش ستي ستيت، الانبوت اصلا بيديكي وبيروح للزيرو. جميل. طيب السؤال اللي بعده عندنا برضو نفس السيركت دي، بيقول لك فايند الاي اوت. تمام، بس هنا بيقول لك ان الفولتج سورس عندك هو عباره عن 5 بلس 10 اي 10 يو اوف تي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا عندي الفولتج لو جيت ارسمه ده الفي اوف تي، فالفولتج ده قبل الزيرو كان قيمته 5 كونستنت، هو دي سي فولت قيمته 5 فولت، بعد الزيرو بقى قيمته كام؟ بقت قيمته 15 فولت. تمام. طيب فده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لو عايز اجيب الانيشال كونديشنز هعتبر ايه؟ هعتبر ان انا وصلت للستي ستيت وقيمه الفولتج 5 فولت. يعني لو عايزين فور عشان نسولف فور انيشال كونديشن فور اي سي، فانا عندي هنا ريزيستنس، عندي الاندكتور ده بيتحول لشورت سيركت ات ستي ستيت، عندي هنا ريزيستنس، عندي الكابستور ده بيتحول لاوبن سيركت، وعندي هنا الفولتج اللي هو قيمته 5 فولت. تمام، ان احنا هنقول احنا دلوقتي بنصب فور ستي ستيت، فالكومبوننت دي لسه يعني ده ترانزيانت هيحصل عند التي ايكوال 0. لا احنا عايزين نبص عند قبل التي ايكوال 0 ونشوف الستي ستيت. تمام، دي 1 دي 4 وده هو الاي ال، وده بوزيتيف نيجاتيف، ده هو البي سي. انا محتاجين ايه؟ نسولف نجيب الاي ال اوف 0 ونجيب البي سي، بحيث ان الفاليوز بتاعه الاي ال والبي سي هم دول اللي هيحددوا لنا الفاليوز بتاعه الفولتج سورس اللي لما نيجي نشيل الاندكتور او الكاباستور نعوضها. تمام، فهنلاقي هنا ايه؟ هنلاقي ان الاي ال اوف 0 الانيشال كونديشن بتاعه الكرنت بتساوي ايه؟ ده شورت سيركت، نقدر نطبق كي في ال على اللوب دي، مفيش كارنت بيفلو هنا، فالكارنت ده هو الكارنت اللي بيفلو هنا. قيمة ال اي ال بتساوي ال 5 فولت على ال 1 اوم، فهي بتساوي 5 امبير. ال في سي اوف 0 ده الفولتج اللي اكروس، بما انه مفيش كارنت بيفلو هنا فمفيش فولتج دروب هنا، هو الفولتج اللي اكروس الايه الشورت سيركت، هو ده على طول بيساوي 0. خلاص كده جبت الانيشال كونديشن. تمام، يبقى بعد ما اجيب الانيشال كونديشن استبدل السيركت دي، اروح للسيركت اللي في الاس دومين. فالسيركت اللي في الاس دومين كنا بنشيل الاندكتور ونحط مكانه اندكتور وفولتج سورس، فهمتوا؟ بيحاول يسبورت الكرنت عشان ما تنساش ده الاس ال، او بيحاول يسبورت الاي اوت، عشان كده هنحط البولاريتي والدايركشن دي. قيمه الفولتج سورس دي هي عباره عن ال ال ملتبلايد باي الاي ال اوف 0. تمام، طيب الريزيستنس ما حصلش فيه اي تغيير، الكاباستور بنحط كاباستور قيمته 1 اوفر اس سي، المفروض يبقى هنا في فولتج سورس معتمد على الانشال كونديشن، بس الفولتج الكاباستور كام؟ بزيرو، فهيبقى شورت سيركت. الريزيستنس مش هيحصل فيه اي تغيير، دي 1 اوم دي 4 اوم، وهيبقى عندنا هنا الفولتج سورس اللي هو البيو بس. قبل ما احل محتاجين كده نكتب على جنب نجيب البيو بس. البيو بس هي عباره عن بلس ترانسفورم لل 5 بلس ال 10 يو اوف تي. البلس ترانسفورم لل 5 هو عباره عن 5 اوفر اس بلس، البلس ترانسفورم لل 10 يو اوف تي هو عباره عن 10 اوفر اس، كان ده كله بيساوي 15 اوفر الاس. الايكويشن دي هنرجع لها اكيد في العصر المحضر. لو بصينا على السيركت دي، اول حاجه محتاجين بقى نشيل قيمه ال ال عشان ال ال وال سي عشان نسهل نفسنا. فال ال هنا ب 2 فده الاس ال بتساوي 2 اس، ال ال هنا ب 2 والاي ال احنا حسبناها الاي ال ب 0 ب 5، ف 2 ب 5 ب 10. قيمه الفولت السورس ده تبقى 10 فولت. طيب والكاباستور احنا قلنا قيمته ربع، ف 1 اوفر اس سي دي هتساوي 4 اوفر اس. محتاجين نحسب ايه دلوقتي؟ محتاجين نجيب الكرنت اللي بيفلو في الاندكتور اللي هو اي اوت. السؤال ده انت ممكن تحله يعني باي طريقه سيركت انا استخدمها، يعني ممكن استخدم سورس ترانسفورميشن احول الفولت سورس والريزيستنس دي خليهم كرنت سورس، احول ده خليه كرنت سورس، يبقى عندي تو كرنت سورسز، وبقدر على طول اجيب المجموع بتاعهم وبعد كده اجيب الكرنت اللي بيفلو فيه الاي اوت. تمام، فدي طريقه.
ممكن احلها مش analysis، افرض ان في مش current هنا ومش current هنا، وبعد كده يبقى عندي two equations و solve two equations اجيب ال I out. تمام، ممكن احلها nodal analysis، ممكن اعمل غير source transformation، ممكن احلها بما اني مهتم اجيب الكارنت في الاندكتور فانا اجيب الثيفنن اراوند الاندكتور. تمام، طيب خلينا نحلها دلوقتي. ايه احنا هنحلها؟ نود الاناليسيس. تمام، احنا عندنا هنا ايه؟ عندنا تو نودز، نود هنخليها جراوند ونود الثانيه هنجيب الفولتج بتاعها هنسميه في 1. تمام، بس نكتب البي كابيتال عشان احنا في الاس دومين. طيب يبقى احنا عندنا كده نود واحده، عندنا لو يعني ايكويشن واحده نقدر نسولف فور اي. تمام، طيب يبقى لو جينا طبقنا كي سي ال ات النود اللي هي رقم واحد، كسالة من رقم واحد بنفترض كل الكرنتس خارجة، فيبقى عندي في 1 نيجاتيف ال V of S over ال 1 ohm plus الكرنت اللي ماشي هنا هو عبارة عن E، هو عبارة عن ال V 1 الفولتج ده بيسبورت الكرنت، فيبقى plus ال 10 over ال SL plus الكرنت اللي بيفلو هنا هو عبارة عن ال V 1 over total impedance اللي هي عبارة عن 4 plus 4 over S. الكلام ده كله equal 0. الايكويشن دي ما عنديش غير انون واحد بس اللي هو الفي 1، فهسولف فور الفي 1. الايكويشن دي تتظبط الشكل بتاعها هطلع لي الفي 1 اوف اس، هتلاقيها ان هي في الاخر خالص عباره عن 8 اس بلس 1. بعد سيمبليفيكيشنز كتير وحاول ما تتلخبطش، يعني حاول تفضل ماشي بالرموز علشان الرموز بتبقى اسهل في التعامل. على اس سكوير بلس 6 اوفر 5 اس. تمام، طيب وصلنا باخر خالص ان احنا جبنا ال V1 of S. تمام، طيب مش عايزين نروح للتايم دومين دلوقتي، عايزين بعد ما جبنا ال V1 محتاجين نجيب ال I out of S، ده اللي انا محتاج اجيبه. فال I out of S هنا بتساوي ايه؟ قلنا ال I current ده هو ال current اللي بيفلو في ال impedance دي، فهو عبارة عن ال voltage اللي applied عليه اللي هو V1 negative 10 divided by قيمة ال impedance اللي هي SL. تمام، لما نعمل كده وبعد كده نعمل partial fraction هتلاقي في الاخر خالص الكلام ده كله بيساوي 15 over s negative 10 s plus 0.8 over s square plus 6 over 5 s 2 over 5. طيب خلاص كده احنا جبنا ال I out of S. لو نعرف نجيب ل plus inverse لل expression ده كده احنا خلصنا السؤال. الفكرة في ان ال plus inverse ده احنا عارفينه هو عبارة عن 15، يعني ال plus inverse بتاع الكلام ده لو عايزين بقى I out of T، ال plus inverse ل 15 over S هو عبارة عن 15 U of T negative 10 مفتح قوس. طب ال plus inverse الكلام ده، لو بصينا على ال roots بتاعت ال denominator، لو لقيناهم real يعني partial fraction، لو لقيناهم complex فالأحسن نعمل completing square. completing square في الحالة دي يبقى عندي ايه؟ هقول s plus هاخد ال coefficient بتاع ال s بس يعني divided by 2، هيبقى عندي s plus 3 over 5 الكل square. تمام؟ طيب الكلام ده كله لما نيجي نفك المربع هيديني s square، هيديني 6 over 5 s، بعد كده هيديني ترم كمان اطرحه من ال 2 over 5 هيديني 1 over 25 اللي انا ممكن اكتب ان هي 1 over 5 الكل سكوير. تمام، طيب لو خدنا بالنا هنلاقي ان احنا عندنا الاس اللي في الدينومينيتور الاس سكوير حصل فيها شيفت بمقدار 3 over 5، فانا هعمل نفس الشيفت ده بالنسبه للدينومينيتور. انا عندي ال 4 ال 0.8 دي عباره عن 4 over 5، ممكن اخليها اس بلس 3 over 5 بعد كده بلس 1 over 5. تمام، طيب لو بلس انفرس للكلام ده لما كان بيبقى عندي اس على اس سكوير بلس اوميجا سكوير، لو بلس انفرس للكلام ده كله عباره عن كوزاين اوميجا اللي هي 1 اوفر 5 ملتيبلايد باي 2. تمام، بس ده لو ما كانش عندي في شفت بلس، احنا قلنا ان شفت الاس بيتحول في التايم دومين لاكسبوننشال، فانا عندي اكسبوننشال نيجاتيف 3 اوفر 5 تي. ده الترم الاولاني. الترم الثاني عندي ايه؟ عندي 1 over 5 اللي هي اوميجا على اس سكوير بلس الاوميجا سكوير، دي اللي هي عباره عن ساين اوميجا اللي هي 1 over 5 تي. تمام، بس ده لو في شيفت، لو في شيفت الشيفت في الاس بيتحول لاكسبوننشال في التايم، فاي باور نيجاتيف 3 over 5 تي مضروبه في الساين. الكلام ده كله يو اوف تي.
انا كده جبت الاي اوت فانكشن في التايم دومين. تمام، طيب على فكره انا هنا سهل جدا اقدر اعمل تشيك على الحل بتاعي. تمام، ليه؟ لان الكرنت اللي انا جبته الاي اوت ده الكرنت اللي بيفلو في الاندكتور، واحنا عارفين من بيزك سيركت اناليسيس ان الكرنت اللي بيفلو في الاندكتور ما بيقدرش يغير لا الساين ولا الماجنتيود بتاعته انستنتينيسلي. تمام، واحنا جبنا من الحل فوق، جبنا الانيشال فاليو بتاعت الكرنت قبل ما يحصل سويتشنج كانت قيمتها 5 امبير. تمام، قبل ما يحصل سويتشنج في الفولتج سورس ده بيبقى بدل ما تبقى قيمته 5 فولت بقت 15 فولت. تمام، فقبل سويتشنج على طول يعني ات، لو احنا بقى عايزين نتكلم بقى ان دي اي ال او 0 نيجاتيف يعني قبل السويتشنج على طول كان قيمه الكرنت 5 امبير. تمام، طيب الفاليو اللي احنا جبناها دي ده اللي احنا بنقول ان الفاليو دي فاليد امتى او الاكسبريشن ده فاليد امتى لما يكون التي اكبر من او يساوي 0. تمام، يعني انا لو جيت عوضت عن التي ايكوال 0 هنا كده انا بجيب ايه؟ بجيب الاي اوت اوف 0 بوزيتيف بعد السويتشنج على طول. تمام، يبقى لازم ان الكرنت بتاع الاندكتور قبل السويتشنج او بعد السويتشنج بيساوي نفس الفاليو. فانا لو عوضت هنا عن التي ايكوال 0 هيبقى عندي ايه؟ الترم بتاع الساين ده هيديني 0، ساين 0 ب 0 ده هيديني 1، ده هيديني 1، ده هيديني 1، هيبقى عندي 15 نيجاتيف 10 اللي هي ب 5 امبير. فالسؤال ده انا من حظي ان انا الاوتبوت اللي هو كان عايزه او الريكوايرد اللي هو كان عايزه للكرنت بتاع الاندكتور. فانا سهل جدا على طول اعرف اقارن الكرنت بتاع الاندكتور بالانيشال فاليو بتاعته قبل ما يحصل السويتش. تمام، نفس الكلام ممكن يحصل بالنسبه للكاباستور بس هو بيتكلم على الفولتج بتاع الكاباستور مش الكرنت. نفس الكلام بقى لو عايزين نتكلم على، نشيل بس الفاليوز دي، لو عايزين نتكلم على الستي ستيت فاليوز والفورسز والناتشرال ريسبونس. تمام، انا عندي هنا ايه؟ انا عندي الانبوت الستي ستيت فاليو بتاعته دي سي، صح؟ يعني ات الستي ستيت الفي اوف تي دي بتساوي كام؟ يعني ات مثلا انفينيتي ات الستي ستيت بتساوي 15 فولت، صح؟ بتساوي الرقم ده. فانا لازم اكون متوقع ان الفاليو بتاعت الكرنت دي تحتوي على دي سي كومبوننت. تمام، بما اني بتكلم على الكرنت بتاع الاندكتور فانا لقيت ان الكرنت بتاع الاندكتور فعلا بيحتوي على اليو اف تي، بيحتوي على الستيب. بما ان الانبوت كان يونت ستيب فالاوتبوت هيبقى فيه يونت ستيب. تمام، طيب والجزء الثاني ده بقى اللي هو الجزء ده كله، ده جزء ترانزيانت بيديكي مع التايم، يعني مع الوقت كل ما الوقت بيعدي الاكسبوننشال الانفلوب بتاعها ولا الميزان بتاعها عمال بيقل. تمام، طيب ليه طلع لي شكل الكوزاين والساين وليه طلع لي شكل الترانزيت؟ علشان هنا عندي السيركت دي فيها تو اليمنتس بيعملوا ستور للانرجي، عندي 1 اندكتور و 1 كاباسيتور. تمام، لو عندي اليمنت واحد بس مستحيل يطلع لي الاوسيليشنز دي، مستحيل يطلع لي ساين او كوزاين. تمام، فدي برضو متشيك بيها الحل، ان انا عندي فيه جزء ستي ستيت وجزء ترانزيت، وجزء الترانزيت هنا بيديكي ويموت مع الوقت، الجزء الستي ستيت بياخد الكاركترستيك بتاعت الانبوت، الانبوت كان ستيب فالاوتبوت هيكون ستيب. تمام، فالاهم ان انت بعد ما توصل الاكسبريشن لاي فاليو او الاكسبريشن لاي ريكوايرد انت تقدر تعمل، يعني انت تعمل اناليسيس بعد تعمل تجيب الاكسبريشن ده، يعني ده الاهم. الاهم ان انت تشوف فعلا الحل اللي انت طلعته ده صح ولا لا. تمام، يكون حل منطقي بالنسبه لك. تمام، فانت دايما لما نيجي نتكلم على اي ويف فورم في السيركت فهي عباره عن تو كومبوننتس، جزء ستي ستيت جزء ترانزيانت. الستي ستيت ده جاي من الانبوت واخد كاركترستيك الانبوت، جزء ترانزيانت ده جاي من السيركت. تمام، فانت ما كنتش، ما ينفعش يكون عندك السيركت دي فيها 1 element اللي هو اندكتور بس تيجي تقول لي ان انت في عندك جزء بيعمل اوسيليشن، فده مستحيل. تمام، لو سالته سؤال قلت لك الستيدي ستيت كومبوننت بتاعت الكرنت لو سمينا دي اي 1 الستيدي ستيت كومبوننت بتاعتها هتكون بتساوي كام؟ يعني لو سالك سؤال تاني، هل الدي سي كومبوننت او مش دي سي كومبوننت بقى، هل الستيدي ستيت كومبوننت بتاعت الكرنت اي 1 دي هتكون بتحتوي على السي سي كومبوننت بتاعت الفولتج سورس؟ تمام، ففكروا في السؤال ده وهنخش على السؤال اللي بعده وهنلاقي إجابة السؤال ده. السؤال رقم 4 بيقول لك ابتدي المش كارنتس ان ذا ايه ان ذا سيركت. تمام، فانت عندك هنا تو مشز وعايزين نجيب الاي 1 والاي 2. لو بصينا على السورسز فعندك السورس الاولاني ده بدا عند زمن تي، بدأ بعد تي اكبر من او يساوي 0 وده بدأ عند تي اكبر من او يساوي 0. فاحنا على طول ممكن لو ما قالكش اي انيشال كونديشن وبيديك السورسز كده على طول تفترض ان الفي سي اوف 0 بتساوي الاي ال اوف 0، تفترض ان الانيشال كونديشن ب 0 على طول. تمام، ونقدر بعد كده نرسم السيركت دي، الكاباستور هيتحول ل امبيدنس قيمتها 1 اوفر اس سي، وبما ان هنا سي ايكوال
1 over 4 فده بيساوي 4 over S. الـ resistance بيحصلش فيها أي change. الـ inductor ده بيتحول لـ SL وبما إن L هنا كل واحد فده الكلام ده بيساوي S. الـ voltage source ده هنستبدله بـ voltage هنسميه V2 بس في الـ S طبعا. الـ voltage source ده هنسميه V1. بس تحافظ على الـ. طيب نيجي هنا بقى نسأل نفسنا سؤال. أول سؤال إيه هما الـ V1 of S بتساوي كام والـ V2 of S بتساوي كام؟ الـ V1 of S هو الـ plus transform للـ U of T اللي احنا عارفين إن هي بتساوي 1 over S. طيب الـ V2 of S احنا عايزين نجيب الـ plus transform للـ function دي اللي احنا عارفين إن هي بتساوي 4 على S plus 2. 4 the scalar فيطلع عادي، الـ plus transform بتاع E هو negative 2T U of T هو 1 over S. تمام؟ كده أول حاجتين مهمين عملناها. تاني حاجتين بقى ان احنا محتاجين نحدد الاوتبوت اللي هو عايزه، فهو عايز الاي 1 عايز الاي 2. طيب نطبق كي في ال على اللوب الاولانيه. اللوب 1 في اللوب الاولانيه بتقول لك ايه؟ اول حاجه انا افترضت الكرنت اي 1 هو اللي بيكسب، فهيبقى هيحصل لي فولتج دروب على الكاباستر تمبو بالبلاريتي دي، هيحصل لي فولتج دروب على الريزستنس بالبلاريتي، هيبقى عندي ال في 1 اوف اس بتساوي الفولتج دروب اللي على الامبيدنس دي هي قيمتها 4 over S multiplied by current اللي هو I1. الفولتج دروب اللي على الريزستنس ال2 دي هي عبارة عن قيمة الكرنت I1 نيجاتيف I2 في ال2. هيبقى عندي هنا 2 plus الكلام ده كله multiplied في I1 نيجاتيف 2 I2. دي كده ايكويشن رقم 1. طيب هنطبق KVL على السكند لوب. KVL على السكند لوب هنفترض ان الكرنت السكند لوب هو اللي بيكسب، فهيحصل لي فولتج دروب بوزيتيف نيجاتيف positive negative positive negative. انا بجمع كله positive negative فيبقى عندي negative v2 of s equal. اول حاجه الـ impedance بتاعت اللوب هي عباره عن 2 plus s او ممكن نكتبها s plus 2 multiplied by i2 negative الـ impedance المشتركه اللي هي 2 multiplied by الـ current اللي بيشترك مع المش دي اللي هو i2. دي كده السكند. انا كده معايا 2 ايكويشنز محتاجه سولف فور I1 مره وفور I2 مره. تمام. طيب لو احنا بصينا بقى على ايكويشن رقم 1 وجمعناها على ايكويشن رقم 2 بس ضربنا ايكويشن رقم 2 في الفاكتور 2 اوفر اس بلس 2، فاللي هيحصل ايه؟ الفاكتور ده هيتقسم عليه ويتضرب في 2، ولما اجمع ايكويشن دي مع دي الI2 هيطير خالص. هيبقى عندي ايه بقى؟ هيبقى عندي ال V1 وبس نيجاتيف الفاكتور اللي هو 2 over s plus 2 multiplied by v2 of s. الكلام ده كله بيساوي ال i1 of s multiplied by ال 2 plus ال 4 over s اللي هي ال coefficient دي plus ال coefficient بتاعت ال i1 مضروب في الفاكتور اللي احنا ضربناه اللي هو negative 4 over s plus 2. تمام. على فكره انا هنا ما عنديش غير 1 unknown. انا معايا ال V1 و S حسبتها معايا ال V2 و S، انا القانون الوحيد معايا اللي هو ال I1 فانا هصول فور I1. فانت الشكل ده هتقعد تظبط الشكل بتاعه وتكتب لي في الاخر خلص ال I1 و S بعد simplifications كتير هي كتير قوي يعني، تلاقي ان هي بتطلع لك في الاخر خالص بيساوي 2 over S plus 2 plus او negative 3 over 2 S plus 2 over S square plus L2S plus 2. لو بصينا على الكاركترستيك كويشن بتاعت الكلام ده هنلاقي ان هي البوز بتاعتها كومبلكس، فالاحسن هنعمل كومبليتنج سكوير. الكلام ده كله هيساوي 2 over S plus 2 negative 3 over 2. هنا هيبقى عندي S plus هاخد نص الكوفيشن بتاع ال S ال 1 square. الكلام ده كله هيديني لو فكيت السكوير ده هيديني اس سكوير هيديني 2s هيديني 1. ال 1 دي عشان تبقى 4 هجمع عليها 3. تمام. هلاقي ان الاس اللي فيها شيفت المقدار 1 فهخلي الشيفت فوق برضو نفس المقدار فيبقى عندي اس بلس 1 بلس 1. تمام. خلاص بقى نقدر نجيب دلوقتي البلس انفرس. نقدر نجيب بسهوله جدا. يبقى الاي 1 اوف تي بيساوي ايه؟ البلس انفرس الكلام ده كله عباره عن تي اي باور نيجاتيف 2 تي يو اوف تي. طب بلس انفرس للترم الاولاني ممكن نعملها مجرد انه نفسه. تمام. ممكن نكتب بره خالص السكيلر ده اللي هو نيجاتيف 3 على 2 ونفتح قوس ونجيب له بلس انفرس للترم ده.
لما يبقى عندي اس على اس سكوير بلس اوميجا سكوير، البلس امبرس بتاعها هو عبارة عن كوزاين، فيبقى عندي كوزاين اوميجا، الاوميجا اللي هنا هنا جذر 3 في الدي، وبما اني عندي هنا شيفت فالشيفت ده هيعمل لي decay exponential e power negative. تمام. طيب ال plus inverse للكلام ده لما يبقى عندي اوميجا على اس سكوير بلس اوميجا، تمام، بس انا هنا ما عنديش اوميجا فانا ممكن اضرب في جذر 3، اصلا على جذر 3 هيبقى عندي زائد 1 على جذر 3، فكده بقى عندي فوق جذر 3 على اس بلس 1 الكل سكوير بلس جذر 3 سكوير. تمام. الكلام ده كله اللي هو احنا عارفين ان هو بيساوي ساين اوميجا اللي هي جذر 3 تي، وفي اكسبوننشال اخدناه بره، الكلام ده كله مضروب في اليو اوف تي. تمام. نفس الكلام هنعمله بالنسبه للاي 2، انا معايا الايكويشن 1 و 2 فهضرب الايكويشن 1 في الكوفيشنت اللي هو 2 بلس 2 اوفر الكوفيشنت ده. تمام. واجمعها على ايكويشن 2 بحيث ان الاي 1 يطير من الايكويشن دي. تمام. فانت هتعمل نفس الكلام، بس انا كل الوقت احنا بعد ما وصلنا للاي 1 في تي عايزين نعمل اناليسيز ونشوف ان الحل اللي احنا حليناه ده صح ولا لا. تمام. هاجي اسالكم سؤال بقى، فين هنا الجزء الترانزيت في جزء الستي ستيت؟ تمام. فاحنا شايفين ان الجزء ده هو الترانزيت، ده الجزء الترانزيت وده الجزء الستي ستيت، ده جزء الترانزيت اللي معتمد على السيركت، معتمد ان انا عندي اندكتور وكاباستور وهيعملوا اوسيليشن يعملوا رينج وبيديكي وبيموت مع الطاقه، ده الجزء الستي ستيت معتمد على الانبوت الاولاني، وتفتكروا ان احنا الانبوت الاولاني اللي هو كان اكسبوننشال نيجاتيف 2 تي، فده الانبوت الستي ستيت. مش هنلاقي كومبوننت خاصه بالسورس ده، يعني احنا مستحيل تلاقي الاي 1 تلاقيها ليها ستي ستيت كومبوننت يو اف تي. ده معناه ايه؟ ان انت ات ستي ستيت الاي 1 ليها فاليو، وهل فعلا ات ستي ستيت الاي 1 ليها فاليو؟ لا، مش احنا عارفين ان ات ستي ستيت الكاباستور ده هيبقى اوبن سيركت، اول ما الكاباستور ده اوبن سيركت الاي 1 ده هيبقى بزيرو، فمستحيل تلاقي دي سي كومبوننت او ستي ستيت كومبوننت معتمده على السورس ده. وساعتها بقى نرجع للسؤال اللي احنا كنا قلناه هنا، هل لو انا حسبت اي 1 هل الاقي ستي ستيت كومبوننت معتمده على اليو اف تي زي ما كان الاي 0 معتمد على اليو اف تي؟ لا، فالاجابه لا، لان الستي ستيت كومبوننت بتاعت الكرنت هنا بزيرو. تمام. طيب يبقى دلوقتي يبقى انت احنا عارفين ان في ناتشرال ريسبونس وفي فورسد ريسبونس، والفورسد ريسبونس بيعتمد على الانبوت وبيعتمد برضو على الكاركترستيك بتاعت السيركت. تمام. انت ما ينفعش تقول لي ان انا دايما بحل، يعني على فكره انا لما اجي احل السؤال ده انا كنت متوقع كده، كنت متوقع ان الاندكتور ده هيبقى اتسي سي شورت سيركت فهياخد الدي سي كومبوننت بتاعت او هياخد الكاركترستيك بتاعت الانبوت كلها، بما انك الانبوت بيوصل للستي ستيت فاليو. تمام. يعني الانبوت للستي ستيت فاليو بتاعته كونستنت وهيثبت عليها، فبما ان الاندكتور ده هيوصل للزيرو فاكيد هيبقى، يعني هيبقى شورت سيركت فاكيد هياخد الدي سي كومبوننت بتاعت الفولتج سورس، لكن الكاباستور هيبقى اوبن سيركت مش هياخد الدي سي كومبوننت بتاعته. تمام. وده اللي ظهر عندنا في السؤال ده، ان احنا لما جينا حسبنا في الاخر خالص لقينا ان الاي 1 اوف تي ما فيهاش ستي ستيت كومبوننت بتعتمد على الانبوت الاولاني. تمام. وده يقول لنا ان الفورسد ريسبونس برضو يعني سام هاو بيعتمد على الشكل الدايره. تمام. ونرجع برضو تاني ننبه ان الستي ستيت كومبوننت هنا هي بالديكي وبتموت علشان الانبوت اصلا كان بيديكي وبيموت. تمام. نخش على سؤال رقم 5، بيقول لك ان ذا فيلمنت سيركت بيقول لك لات ان الاي اوف 0 ايكوال 0 ايكوال 1 امبير اسف، والفي الفي اوت اوف 0 ايكوال 2، يعني مديك هو الانيشال كونديشن، بيقول لك ان السورس هو عباره عن 4 اي باور نيجاتيف تي يو اوف تي. تمام. فايند ال بي اوت اوف تي فور تي جريتر ذان 0. تمام. فاحنا عشان نعمل كده اول حاجه هنعمل ايه؟ هنحول الدايره دي للاس دومين، فالاندكتور او الريزستنس مش هيحصل فيها اي تغيير، قيمتها هتفضل زي ما هي، الفولتج سورس ده هيتحول للفي اس اوف اس، هروح للاس دومين، الاندكتور ده هيبقى عندي الاندكتور و ان سيريز مع فولتج سورس بيسبورت الكرنت اللي هو الاي،
قيمة الـ voltage source ده هو عبارة عن الـ L في الـ I of 0. عندي هنا في dependent voltage source قيمته عبارة عن الـ 2 في الـ I، هو قايل لك إن الـ current I هو ده. بعد كده عندي الـ capacitor هستبدله بـ 1 over SC، ده هنا SL، وهستبدل معاه voltage source قيمته الـ Vout of 0 over LS. تمام، وما تنساش ان الـ Vout هو الفولتج بتاع الكاباستور، هو الفولتج ده التوتال فولتج، ده هو الـ Vout اللي احنا عايزينه، ده الـ Vout بس، هو الفولتج بتاع الكاباستور والفولتج بتاع الـ Voltage Source اللي هو الـ Series معاه. تمام، يعني الفولتج Vout هو الفولتج بتاع الكاباستور، واحنا قلنا ان الكاباستور والفولتج الـ Series معاه دول بيمثلوا الكاباستور في حالة الـ Initial Condition وفي الـ S Domain. تمام، يبقى اذا الـ Vout of S هو الـ Total Voltage اللي على الكاباستور والـ Voltage Source، مش الـ Voltage اللي على الكاباستور Impedance بس اللي هي 1 over SC. تمام، السؤال ده انت ممكن تحله بكذا طريقة، خلينا نحله المرة دي نحله في طريقة الـ 7. تمام، طيب ففي طريقة الـ 7 كنا بنحل ازاي؟ أول حاجة الـ Element اللي أنا مهتم بيه، مهتم احسب الفولتج بتاعه او الكرنت بتاعه، كنا بنشيله خالص ونجيب ال7 ايكويفالنت على الطرفين بتوعه. فانا الاليمنت المهتم بيه هو الكاباستور، فانا هشيل الكاباستور خالص، هشيل الكاباستور بالفولتج سورس اللي هما بيمثلوا. تمام، وكنا بنجيب حاجه اسمها الفي اوبن سيركت اللي هي في 7. تمام، فكده دلوقتي انا محتاج اجيب الفي 7 اللي هي بتساوي الفي اوبن سيركت. تمام، طيب في الحاله دي اقدر اجيب الفي 7 اللي بتساوي بسهوله جدا. لو احنا بقى شويه اناليسيس بسهوله، يعني بسرعه، ده البرانش ده اوبن سيركت صح، فما فيش كارنت فلو هنا، فالاي هنا يكون زيرو، ده معناه ان الاي دي هي الاي دي، يعني الكارنت اللي بيفلو هنا هو الاي. تمام، طيب ده معناه ان انا عايز اطبق كي في ال على اللوب دي، اقدر اطبقها صح، اطبق كي في ال على اللوب دي. اللوب دي بتقول لي ايه؟ كي في ال ات 1 بتقول لي لو انا عندي كارد ماشي كده هيعمل لي فولتج دروب بولاريتي دي. تمام، هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي نيجاتيف ال في اس اوف اس بلس ال 2 اي اللي هو الفولتج دروب الاكروس الريزستنس. تمام، بعد كده نيجاتيف الفولتج دروب او الفولتج بتاع الفولتج سورس ده اللي هو 2 اي، بعد كده بلس ال في اوبن سيركت، الكلام ده كله بيساوي زيرو. عندك ال 2 اي هتطير مع 2 اي، هتلاقي ان ال في 7 اللي هي بتساوي ال في اوبن سيركت بتساوي ال في اس اوف اس. دي كده اول ايكويشن. تمام، تاني حاجه كنا عايزين نجيبها ايه بعد ما نجيب ال V7؟ محتاجين نجيب ال R7. ال R7 لما كان بيبقى عندنا dependent sources كان الاسهل ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نحل الدايره دي كلها. تمام، بس نجيب ال I short circuit، يعني ما يعملش اي حاجه، ما يعملش اي تغيير، كل التغيير اللي هيعمله هيبقى عندك voltage source ده قيمته 2i inductor ال I of 0 هنا SL 2 ohm VS of S كل اختلاف ان انا هعمل short circuit بدل ما اعمل open circuit واجيب ال I short circuit اللي هو بيساوي ال I north. تمام، منساش ان الكرنت ده هو الكرنت I. فالاسهل ان احنا نحل دي الدايره دي ازاي؟ ممكن نحلها نودل. تمام، انا هقول ان انا عندي هنا الكرنت اسميه اي 1، فاقدر من هنا لو طبقت كي سي ال عند النود دي اقول ايه؟ اقول ان الاي شورت سيركت هو عباره عن الكرنت ان اللي هو الاي 1 نيجاتيف الكرنت اوت اللي هو الاي. تمام، طيب الاي 1 نجيبه ازاي؟ ده الكرنت بيمشي في ريزيستنس، فاقدر اجيبه بسهوله جدا. الاي 1 البولاريتي دي هو عباره عن الفي اس نيجاتيف الفولتج بتاع البوينت دي، الفولتج بتاع البوينت دي بما ان ده شورت سيركت هو عباره عن نيجاتيف 2 ار، يعني ده الجراوند بتاعي. فالفولتج بتاع البوينت دي هيبقى اقل من الجراوند بمقدار نيجاتيف 2 اي، فاطرح الكلام ده كله هيبقى عندي نيجاتيف نيجاتيف 2 ار، الكلام ده كله اوفر 2، الكلام ده بيساوي ال في اس اوفر 2 بلس الاي. من ايكويشن رقم 2 وايكويشن رقم 3 نقدر نجيب على طول الاي شورت سيركت اللي هو بيساوي الاي نورت اللي هو بيساوي ايه؟ الاي 1 اللي هو الكلام ده نيجاتيف الاي، هيبقى عندك في اس اوفر 2 بلس الاي نيجاتيف الاي،
الكلام ده كله بيساوي ال VS over. معايا الـ R short circuit ومعايا الـ V Thevenin أقدر بسهولة جدا، أو الـ V open circuit أقدر أجيب الـ R Thevenin أو بقى Z Thevenin اللي هي impedance عبارة عن الـ V open circuit على الـ R short circuit، فهي هنا بتساوي الـ VS على الـ V open circuit حسبناها VS على الـ R short circuit اللي هي VS over. الكلام ده كله بيساوي 2. كده أنا جبت الـ equivalent، جبت الـ V Thevenin، جبت الـ Z Thevenin، تمام. اقدر على طول احسب الفي اوت اللي هو كان عاوزها بعد ما اجيب الايكويفالنت تبعها. طيب نكتب بقى دلوقتي الايكويفالنت سيركت، الايكويفالنت ثيفنن هيبقى عندي هنا الار ثيفنن هنا حسبناها ايكوال 2 اوم، عندي الفي ثيفنن اللي احنا حسبناها بتساوي الفي اس اوفر اس، فكان عندي الكاباستور اللي احنا شلناه. الكاباستور بقى هنبدله بايه؟ هنرجع زي ما هو، نحط الكاباستور ومعاه ان سيريز فولتج سورس قيمته ال V out of 0 over S. ما تنساش ان احنا عايزين نجيب ال V out of S ده 1 over SC. ال C كانت ب 1 فكان ممكن نشيلها، فالكاباسيتنس او الامبيدنس اتطورت 1 اوفر S، ال V out كان جيفن ب 2 فده ممكن نقول ان هي 2 اوفر S، تمام. طب فدي عندي 1 لوب اقدر احلها بسهوله جدا، افترض ان في كارنت بفلو هنا كارنت I، فيبقى عندي ساعتها ال V out of S بتساوي ايه؟ بتساوي الكارنت I multiplied by قيمه الامبيدنس C اللي هي 1 اوفر S، بعد كده بلس الفولتج اللي هنا اللي هو 2 اوفر S، تمام. يبقى احنا كده محتاجين نجيب الكرنت اي. الكرنت اي ده بيساوي ايه؟ بيساوي ال في اس نيجاتيف 2 اوفر اس اوفر التوتال امبيدنس اللي هي عباره عن الار 7 اللي هي 2 بلس 1 اوفر اس. خلاص كده انا معايا من الكويشن رقم 1 ومن الكويشن رقم 2 تقدر تعوض الكرنت هنا، وبعد كده تجيب ال في اوت اوف اس، بعد كده تعمل بارشال فراكشن، بعد ما تعمل الكلام ده كله هيطلع لك ال V out of S هي عبارة عن، أو V out of T بقى نروح للتايم دومين على طول، هي عبارة عن 10 over 3 E power negative T over 2 negative 4 over 3 E power negative 2 T. الكلام ده كله multiplied by U of T. نعمل analysis بسرعة. لو بصينا لأن ده هو الترانزيانت، ده الناتشرال ريسبونس، وده الفورس ريسبونس، ده الستي ستيت ريسبونس معتمد على الانبوت، لان الانبوت كان عباره عن اكسبوننشال نيجاتيف 2 تي، تمام. وده اللي احنا كنا متوقعينه. لو رجعنا من الاخر خالص كده وبصينا على السؤال ده، لو انا عندي السورس ده اكسبوننشال نيجاتيف 2 تي، يعني السورس ده ات انفينيتي بزيرو، تمام، فخلاص المفروض عندي كل حاجه ترجع لزيرو، تمام. لما ده يديكي للزيرو فالكرنت ده هيروح للزيرو، الفولتج ده هيبقى زيرو، ده هيبقى ساعتها شورت سيركت، وساعتها الفولتج بتاع الكاباستور ده هيبقى زيرو. فعشان كده الريزلت اللي احنا طلعناه في الاخر خالص ان انا ال V out at a steady state هيبقى 0، ولما بصيت على الاكسبريشن ده انا ما استغربتش، لان انا فعلا شايف جزء ترانزنت وجزء steady state والاثنين بيموتوا علشان الانبوت ال steady state بيموت، تمام. فدي كانت المثال معانا النهارده في السكشن. اهم حاجه حابب ااكد عليها ان احنا لما بنروح من التايم دومين للاس دومين الانيشال كونديشن بتاثر معانا، الكرنت بتاع الاندكتور بيأثر بان قد ايه كان في ستورد انرجي في الاندكتور، الفولتج بتاع الكاباستور بيقول لي قد ايه في تشارج او قد ايه في تشارجز ستورد على الكاباستور، وهتأثر معايا وهتنشئ يعني في حاله يعني الاثنين، في حاله سواء الاندكتور او الكاباستور الاثنين هيبيلدوا فولتج، تمام. الاندكتور بيبيلد فولتج بيحاول يساعد الكرنت ان هو لو الكرنت بيديكي فهو بيحاول يبوش الكرنت في نفس الدايركشن، الكاباستور العكس بيحاول يخلي الكرنت يديكي. ليه الاندكتور بيعمل كده؟ الاندكتور بيعمل كده علشان بيحاول يحافظ على الستيت بتاعته، بيحاول يحافظ على الانرجي بتاعته، مش عايز يفقد الانرجي، عايز الكرنت بيساعد الكرنت ان هو ما يحصلوش ديكي، فبيبوش الكرنت في الدايركشن اللي الكرنت كان ماشي فيه في الاصل، تمام. الكاباستور نفس الكلام، مش عايز يحصل له ديسشارج، مش عايز يفقد الانرجي اللي جواه، فهيحاول يقلل الديكي بتاع الكرنت، تمام. فهيبوش كرنت في دايركشن عكس الدايركشن بتاع الكرنت اللي هو كان بيتشارج فيه.
أتمنى يكون السكشن سهل. لو عندكم أي مشاكل ابعتوا لي. أشوفكم على خير إن شاء الله.